العام يوم جاء المطر طلعت عيالي زين واخذنا سندويتشات يا شيخ ولا طبخنا ولا نفخنا ولا وسخنا الارض ولا هم يحزنون سندويتشات اي نعم حطينا في اغراضاتنا واستأنسنا وابد متسينا وش نضيع اكيد انهم ما نزلتهم من السياره ها لا بالعكس مشينا هذا هاك الحين ابو جدر ذا يجي ينذبر في متسين ومزعي وينفخ ويشيل ويعرق كله اكثر عشان سناب ويقول وتاليتها ينسب الجدر يقول حياكم الله احنا جاي من مجاعه احنا نبي نتمشى نبي نشوف الارض نبي نشوف اما يجي ساعتين ثلاث ساعات وسبحان الله حتى لو راحوا لاوروبا ياخذون معهم جدر الضاغط وكيس الرز عرفه هذا من الربع هذا خلوه عدتهم واحد ما يعني واحد انت تروح لاوروبا عشان تاكل شو اسمه مضغوط اذا ما رحت وتفرجت وشفت الارض وشفت الدنيا وش انا رايحين عشان ناكل عيشه يا سندوتش يلا لك الحمد بريالين ولا بثلاث ريال وكثر الشطه يا ابو شو اسمه يا مدير الهندي ذا ومشى الامور هذا اللي انا اقوله قبل شوي يا شيخ اللي هو اطلع للبر حتى لو على الخط مو بشرط تداحم الناس الا بدخل بوسط النفود بوسط الوادي يعني عش واقعيك انت يعني مثل الشيخ شو يقول اخذنا سندوتشات بس احلف انهم اكثر سعاده من اللي قاعد يطبخ لانه مو يطبخ له قاعد يطبخ للسناب ولا هوا للي معه مو هو اللي هو اما اهل البر والله زعلانين عليكم عقب هالمعاميل وهالعزم وهالبغاديد ويشرون الحطب اغلى من الرز ويشبون هض ومله والدلال ومساطير وعلوم ويهجن ويصلح وذا يصلخ ذبيحته ويعلزها في طرف هالشاص وفي خايعين يا الله من فضلك ومبعدين عن الخط وعن ضوضاء الناس ومبعدين عن الدواجة ذول وعادي ويزقلب الذبيحة ويبلش نابها يا شيخ ويبلش نابها تاليتها تبي طعمك سندويتش فلافل يوقف بها في طرف شعيب يا أخي يقعد يطلع في السطح يا أخي إذا دام عنده سندويتش اطلع في السطح وشو لك تروح للبر الله يرحمه